بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الأعزاء، طلبة الساعات المعتمدة وحسب متوسطة 2، صباح مشرق بغد أفضل إن شاء الله. يتضمن الملف السابع تمرين تطبيقي على حالة الصراط لوجود أكثر مستويات تحليل. التمرين الأول، قامت منشأة الأماني منشأة ذات 3 أقسام بشراء بضاعة أجلة بمبلغ 8000 جنيه من شركة المنصوري، 4000 جنيه من شركة النعيم، كما قامت بشراء نقدا بمبلغ 15000 جنيه. والمطلوب تسجيل عمل الشراء في دفتر اليومية العامة، علما بأن الشركة تستخدم دفتر المتغير التحليلي، وأن البضاعة المشترى آجلة موزعة على الأقسام الثلاثة ألف و ميم بنسبة 3:2:1، والمشترى نقدا بنسبة 2:2:1. ثانيا، تصوير التفاتة والحسابات الثانية، دفتر المشتريات التحليلي ودفتر أستاذ مساعد الدائنين ودفتر الأستاذ العام. ثالثا وهو الأهم، بيان عملية المطابقة. الجزء الأول من الإجابة، دفتر اليومية العامة، المشتريات الأجلة 12000 جنيه فمن المشتريات إلى إجمالي مؤبد الدائمي. بالنسبة للمشتريات النقدية 5000 جنيه فبالطبيعي من المشتريات النقدية ب 5000 جنيه. تصوير التفاتر، ثانيا تصوير التفاتر 7، دفتر المشتريات التحليلي الإحصاء في المجموع 12000 مشتريات أجلة بنسبة 3:2:1، فناخد 12000 ونقسمها على مجموع الأجزاء 3:2:1 مجموعهم 6، فاتناشر على 1000 على 6 الجزء بـ2000، وبالتالي ج 2000 لأن جزء واحد، ب 2000 في 2 4000، ألف 2000 في 3 6000. بالنسبة للمشتريات النقدية مجموعها 15000، 2:2:1 مجموع الأجزاء 2:2:1 5، 15000 على 5 3000، وبالتالي ج له جزء 3000، ب له جزئين 6000، 2:3:6، ألف دي جزئين 3000 × 2 × 6، ثم يتم جمع ألف 6 و6 12، ب 4 و6 10، ج 2 و3 5، المجموع 27000، مجموع الرأس يساوي مجموع الأفق. شيء جيد وإجابة سليمة. الخطوة الثانية، بنتم فتح دفتر أستاذ مساعد الدائمي. المورد شركة المنصوري وشركة النعيم. حساب شركة المنصوري وحساب شركة النعيم. حساب شركة المنصوري اشترينا منه 8000 من المشتريات، والنعيم 4000 من المشتريات. الطرف الثاني نقطي طبيعي. الخطوة الثالثة، باجي في الأستاذ العام بفتح حساب للمشتريات. احنا عندنا نوعين من الشر، آجل ب 12000 إلى مراقبة الدائمين، نقد 15000 إلى النقدية، المجموع 27000. صح. بالنسبة لحساب المراقبة الإجمالي مراقبة الدائمين، العملية الآجلة كلها ب 12000، 12000 للطرف الثاني المشتري من الطيب، يبقى من المشتريات. تجرى المطابقة بين 27000 في دفتر مشتريات التحليل الإحصائي المجموع المشتريات النقدية والأجلة مع حساب المشتريات في دفتر الأستاذ العام، وتجرى مطابقة بين حساب مراقبة الدائمي 12000 مع شركة المنصوري في الأستاذ المساعد 8000 وشركة النعيم 4000، مطابقة سليمة. ولكن مجرد الأسهم لا تعني الإجابة، ذكرها ثابتا. ثالثا، عملية المطابقة، تتم المطابقة بين مجموع دفتر المشتريات الإحصائي التحليلي وقيمتها 27000 وحسابات المشتريات بدفتر الأستاذ العام ورصيده 27000، ده المطابقة الأولى. أما الثانية، تتم المطابقة كما وضع
استاذ مساعد الدائنين وقيمتها بقدر 1000 جنيه، ورصيد حساب اجمالي مرتب للدائنين بالاستاذ العام وقيمته 12000 جنيه. التسجيل في دفتر مشرف في الاحصاء التحليلي يتم من مواقع فاتوره الشراء الداخليه المزوده باعمده تحليليه لبيان ما يخص كل قسم من اقسام المشرف كما وضحنا في الدوره المحاسبيه لعمليه الشراء التحليلي، وهي تعد اصلا من فاتوره المشتريات الخارجيه. شكرا على الدين الطالب.